تحرك روسي ايراني لتاسيس حلف عالمي يحمل عنوان الكارتل ليضم مصدري النفط والغاز على شاكله منظمه البلدان المصدره للبترول اوبك وذلك بحسب ما ذكر موقع ايل برايس المتخصص في شؤون الطاقه والذي اشار الى ان هذا التحالف مرشح للسيطره على اكبر قدر ممكن من احتياطات الوقود الازرق في العالم أويل برايس نقل عن مصدر رفيع يعمل عن كثب مع وزارة البترول الإيرانية قوله إن كلا من إيران وروسيا تتفقان على أن التحكم في أكبر قدر من التدفق العالمي للغاز سيكون مفتاحا للسيطرة على قطاع الطاقة على مدى السنوات العشرين المقبلة على اعتبار أن روسيا تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث احتياطات الغاز بما يقارب 48 تريليون متر مكعب في حين تحت ايران المرتبه الثانيه بنحو 34 تريليون متر مكعب وهو ما يسهل تطبيق المخطط بينهما ووفق مراقبين فان الاتفاق الروسي الايراني في مجال الطاقه جاء لتناغم التطلعات لكلا البلدين لمواجهه الوجود الامريكي اولا والغربي ثانيا في وقت تخضع فيه كل من ايران وروسيا الى العقوبات التي تسعى موسكو للضغط باتجاه ازالتها حيث سيكون الدعم المالي الايراني لروسيا خلال حربها على اوكرانيا اسهل انذاك ولا سيما ان ايران باتت تعزز القدرات العسكريه الروسيه عبر تسليمها المئات من المسيرات. التي اثبتت فاعليتها في العراق وسوريا وبحسب تقرير نشر في بوليتيكو زار مسؤولون ماليون واقتصاديون ايرانيون موسكو مؤخرا وفق ما سمي بالمقايضه يمكن لايران استيراد النفط الخام الروسي عبر شاطئ بحر قزوين الشمالي وبعد ذلك بيع نفس الكميه من الخام نيابه عن روسيا عبر ناقلات النفط الايرانيه التي تغادر منطقه الخليج العربي ويمكن القول أن جملة المتغيرات الجيوسياسية الآنية ضمن تداعيات الحرب في أوكرانيا والحراك الصيني بسبب أزمة تايوان فضلا عن غيرها من التقلبات تنذر بنشوء نظام دولي جديد متعدد الأقطاب تكون روسيا أحدى محاوره بالتعاون مع إيران